سهل للغاية. كما نرى بعد فتح الزمزة بعد أن تم سلقها نجد من الداخل الأرز قد يعني تشكل على شكل هرمي وبداخله الحشو المكون من البلح، ويوجد أيضا بعض الأنواع الأخرى من الحشو مثل صفار البيض وعجين الفاصوليا. أما بالنسبة للأوراق التي يتم حشو الزمزة بها ففي غالبية الأحيان تكون مكونة من أوراق القصب أو البامبو، ولكن أيضا يوجد بعض المناطق في الصين التي لا يوجد بها أو لا تزرع القصب والبامبو، يستخدمون أوراقا أخرى بشرط أن لا تكون بها أي سموم وتكون أيضا فواحة وبها رائحة فواحة وتكون متماسكة كي لا يتسرب منها الحشو. زمزة 小枣粽子 粽子 بحشو التمر 豆沙粽子 粽子 بحشو معجون الفاصوليا 蛋黄粽子 粽子 بحشو صفار بيض البط 我想吃粽子 أريد أكل الزونزي. يأكل الصينيون الزونزي في عيد الدوانغو أو عيد قوارب التنين كما نطلق عليه في دولنا العربية. وعيد الدوانغو أو عيد قوارب التنين هو أحد الأعياد التقليدية الهامة جدا في الصين، مثله مثل عيد الربيع وعيد منتصف الخريف. وقد اقترب الآن عيد قوارب التنين أو عيد الدوانغو، فبهذه المناسبة نتمنى للشعب الصيني عيد دوانغو سعيد أو باللغة الصينية دوانغو جيه كواي لو. دوانغو جيه عيد دوانغو 端午节快乐 عيد 端午 سعيد عيد قوارب تنين سعيد.